السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. ازيكم جونيور 5؟ عاملين ايه؟ يا رب كلكم تكونوا بخير. اخدنا مع بعضنا لسن 1 في كونسبت 1.3. النهاردة ان شاء الله معدنا مع exercise on lesson 1 من كتاب المعاصر. يلا بينا let's go. Number 1, choose the correct answer. The sun provides the earth. الصن بتدينا ايه على الارث بتاعتنا او الارض بتاعتنا؟ هل بتدينا light only، ضوء فقط، ولا warm فقط، حرارة او دفء فقط، ولا light and warm، ولا light and sound؟ اكيد الصن provide light and warm. Number 2, on extreme hot climate، في الجو شديد الحرارة، extreme hot، the water of a lake، المية اللي موجودة في الليك أو في البحيرة، هيحصل لها إيه؟ هل increases due to the evaporation؟ وإحنا ما شرحناش المرة اللي فاتت أو ما تطرقناش بمعنى كلمة evaporation. evaporation أو evaporate معناها يتبخر، زي مثلا ما ماما بتعمل مكرونة فبتجيب البوت بتاعتها، الحلة بتاعتها، وتملاها ووتر، مية، وتحطها على النار. ماما لو سابت المية دي شوية بعد ما تغلي المية يحصل لها بويلينج، بتحصل ايه؟ انك بتشوف فيه زي دخانة او زي بخار او بخار المية طالع من الحلة، وده اسمه ووتر فيبر. ووتر فيبر بخار المية. طب ماما لو نسيتها بقى وقعدت تذاكر معاك ونسيت ان هي حاطة عندها على البوتاجاز البوت بتاعتها ومليانة ووتر، بعد شوية ايه اللي هيحصل؟ ده ماما فجأة بقى هتفتكر ان في عندها مية على البوتاجاز وتروح تلقاها اتبخرت ومش موجودة، ده كان في مية كتير. طب ايه اللي حصل لها؟ حصل لها evaporation. evaporation يعني تبخر، يعني ان انا احول الووتر الليكويد احوله لغاز، احوله الووتر فيبر او بخار مية. طب في اثناء الهوت كلايمت، اثناء الاكستريم هوت كلايمت يعني حراره جامده جدا، الووتر اللي موجود في الليك او موجود في البحيره هيحصل له كريزس؟ لا، اعتبروا الهوت دي كانها البوتاجاز، الميه نقصت ولا زادت؟ اكيد الميه نقصت. decreases due to evaporation، نقص بسبب الميه، تبخر. change into ice has a lower temperature، أكيد هيحصل للمية أو هيحصل للووتر decreases، نقص due to the evaporation. Number 3, all the following factors، كل العوامل أو المؤثرات أو البليوت اللي بتأثر في الووتر أو بتعمل بليوشن في الووتر except، ما عدا واحدة مش بتعمل تأثير في الووتر بليوشن. قال لي number 1 sunlight، number 2 animal waste فضلات الحيوانات، human waste plastic jar bag. اكيد الانيمال ويست هتلوث او تعمل بوليوشن للووتر، اكيد البلاستيك جار باج هتعمل بوليوشن، اكيد الهيومن ويست هتعمل بوليوشن، الوحيده اللي مش معاهم السلايت. نمبر 4، all the following are affected by water، كل ده بيتاثر بال water pollution except the soil, the sun, the animal, the plant. الانيمال والبلانت والسويل كلهم بيتاثروا، الوحيده اللي مش هتتاثر بالووتر بوليوشن هي الصن. نمبر 5، if the amount of grass، لو كميه العشب increases زادت in an ecosystem في النظام البيئي، this directly increase ده بيزود مين؟ the number of مين؟ the number of caracals، the number of hawk، the number of rabbit، the number of lions. هو مين اللي feed on grass؟ مين اللي بيتغذى على الجراس؟ اكيد الرابت. طب والرابت لما يلاقي اكل كتير عنده هيعمل ايه؟ هياكل بزياده وهيبقى كويس، يبقى مين اللي النمبر بتاعه هيزيد؟ اكيد الرابت. نمبر 6 بتقول when the number of نقط، the amount of grass in an ecosystem increases. طب تعالوا ناخد مثال، انا عندي اهو الجراس وعندي مين بياكل الجراس؟ الانسكت مثلا،
وعندي هنا البيرد. number of mean لو حصل له decreases أو increases الجراس ده يزيد. الجراس ده يزيد يا ميس لو الانسكتس اختفت، لو البرايمري decreases، لو البرايمري decreases. طب تعال ندور على البرايمري decreases. انا عندي البرايمري كونسيومر بس عندي انكريز، لا ده لو الانكريز، لو البرايمري كونسيومر اللي هم الانسكت كانوا موجودين بزياده الجراس هتختفي وهتقل. طب انا عندي حاجه هنا بيقول لي secondary consumer increase، لو البرد زادت ايه اللي هيحصل للانسكتس؟ هتقل. برافو عليكم. ليه؟ علشان البيردس هتفضل تاكل تاكل في الانسكت، وما هي دام هي اكلت الانسكت، الانسكت هتقل، ولما تقل الانسكت تزيد الجراس. هي لفه شويه. لو البرايمري اللي هي secondary consumer لو هي increase زادت ايه اللي هيحصل للانسكت؟ affected. طب increase or decrease؟ decrease طبعا. ليه؟ البرت اكلتها. طب ما دام الانسكت قلت الجراس هيحصل لها ايه؟ الجراس هيحصل لها increases. يبقى الجراس هيحصل لها increases لما secondary consumer increase. number 7 overfishing الصيد الجائر او الصيد المستمر and throwing plastic jar back in the sea affect the survival of directly. لما احنا بنرمي او بنلقي البلاستيك في البحر وكمان بيحصل اوفر فيشنج صيد جائع، مين اللي هيتاثر مباشره؟ الديزرت، الماريان اورجانيزم، الرين فورست ولا الرودنت؟ اكيد الماريان اورجانيزم. نمبر 8 all the following are human activity كل ده من نشاطات الانسان ذات افكت ماريان ايكو سيستم اللي بتاثر على الماريان ايكو سيستم او الكائنات البحريه except ما عدا floating throwing human waste over fishing throwing blasting jar bar jar bag. اكيد is throwing human waste من الاكتيفيتي، throwing plastic jar bag من الاكتيفيتي، اوفر فيشنج من الاكتيفيتي الوحيده اللي هي الفلاودنج او الفيضان نوت اكتيفيتي هيومن. نمبر 9 when there is a gentle rain لما there is a لما يكون عندي مطره والمطره دي جنتل خفيفه in a desert ecosystem this ecosystem may be improved هيتحسن. نمبر 10 all the following are top predator قلنا المفترسين الشرسين except ما عدا hawk tiger lions ما عدا مين؟ butterfly fish دي لسه ممكن ياكلها مين؟ shark. number 11 the marine food web usually started with اي food web او food chain لازم تبدأ ببلانت. طب ما عنديش بلانت في البحر، لا عندي الالجي او الطحالب تعتبر البلانت بتاع البحر. نمبر 12 if clam are completely removed clam ده نوع من انواع المارين اللي موجودة في السي are completely removed مش موجود disappear from a marine ecosystem the survival of may be affected مين اللي حياته هتتأثر؟ اللي كان بياكل الكلام. طب ولو انتوا ذاكرتوا الدرس مين اللي كان بياكل الكلام؟ السي ستارز. طب تعالوا نعمل تشوز there is a heavy rain at desert لو موجود عندي heavy rain هل الايكو سيستم بتاع الديزرت هيحصل له امبروف ولا ديستروي؟ هيحصل له ديستروي. طب تعالوا نشوف this is ecosystem may be improved لا may be improved لما يكون عندي gentle rain يبقى number A هتاخد number 2 ليه؟ gentle rain يبقى number 2 هتاخد A. طب this ecosystem may harm due to the decrease of the amount of the rain this ecosystem may be destroyed due to flooding اللي هو الفيضان وده بسبب الهيفي رين يبقى number 1 هتاخد number C. put it true or false number 1 if producers were removed from an ecosystem the ecosystem will need to move away اكيد لو انا ما عنديش producers
موجودة في الإيكو سيستم اللي أنا موجود فيه، أكيد كل الكونسيومر هتدور على مكان ليه؟ to search food، عشان تبحث عن الأكل. Number two، overfishing، الصيد الجائر، الصيد الزيادة، is one of the climate change، واحد من التغيرات بتاعت المناخ. That affect the marine ecosystem؟ طبعا لأ، أمال هو إيه؟ هو human activity، ده الإنسان اللي بيقوم بيها. أمال الكلايمت تشينج زي إيه؟ زي الفلود، الفيضانات، زي height temperature، ارتفاع درجة الحرارة. Number three، what is happening on land doesn't affect what is happening in marine ecosystem. يعني إيه؟ أنا مش فاهم. بيقول لي what doesn't happen، اللي ممكن يحدث على الأرض، أو هل الأرض الland doesn't affected، مش هتتأثر لما المارين ايكوسيستم يحصل لها أي حاجة؟ طبعا لأ، كل اللايف أو كل الحياة دي connected together، ما بينها وما بين بعض relationship، علاقات. فأي تأثير على الland هيأثر على المارين، أي تأثير على المارين هيأثر على الland. Number four، it is better to recycle، من الأفضل إن أنا أعمل ريسايكل. وإحنا أخذنا يعني إيه ريسايكل، يعني إعادة تدوير، يعني الحاجة أستخدمها تاني. The waste material than throwing them in river and seas، أكيد إن أنا أستخدم البلاستيك أفضل بكتير إن أنا أعمل له throwing in river. Number five، food webs don't change if their surrounding environment get changed. طبعا أكيد لا، ده اسم او عنوان الليسون اللي احنا كنا بنتكلم عنه، ان اي تشينج في الايكو سيستم او في الفود ويب هيغير عندي في التشينج في الانفايرمنت، او اي تشينج في الانفايرمنت هيغير عندي في الفود ويب. نمبر 6، if we introduce a new predator to an ecosystem، لو احنا جبنا new predator في الايكو سيستم، this ecosystem will be affected. ايه رأيكم؟ لو انا كان عندي فورست مثلا، غابة، والغابة دي ما كانش فيها غير لايون بس اللي هو البريديتور، انا رحت جبت هايونز، ضباع، هل الغابة هتتأثر ولا لأ؟ اكيد الايكوسيستم ده هيتأثر. ليه؟ اللايون بي عنده منافس، حد عايز ياكل معاه، يبقى بريديتور زيه، فاكيد الفود هنا هيقل. اوكي؟ نمبر 7، نمبر 7 بتقول if there is a heavy rain، لو انا عندي مطره شديده in a desert ecosystem it will be harmed، اكيد. Number 8، zooplankton can make their own food by photosynthesis process، طبعا لا، امال مين بيعمل كده؟ الالجي. Number 9، number 9، in a marine food web، مارين يعني بيقول لك في الشبكه بتاعت الغذاء اللي موجوده في البحر، there are many top predator like sea star and sea urchin. صحيح في top predator كتير، بس ليست السي ستار ولا السي urchin. أمال مين؟ الشارك هي اللي بتبقى predator، الكروكودايلز. أما السي ستارز دول مش صغيرين، بياكلوا بس بياكلوا حاجات أصغر منهم وليس الحاجات الكبيرة. Number 10، top predators are decomposers، لا، that present at the top of food هي consumers وليس predator. Number 11 بتقول ecosystem can be affected by climate change، التغيرات المناخية، such as زي high temperature، ارتفاع درجة الحرارة، أو flooding، أو extreme cold، أكيد ده كله climate change. Pollution and human activity، الإيكوسيستم بيتأثر بهم كلهم. Right scientific term، it is a harm، it is a harm، حاجة مضرة، that happen، بتحدث للأير والووتر والسيول، due to، بسبب human activity. طبعا لو انتوا ذاكرتوا اللسن هتعرفوا ان ده الديفينيشن بتاع البليوشن. Number 2، a human activity، نشاطات الإنسان، that lead to، تؤدي إلى decreasing the number of fish، إلى نقص عدد الفيش، and affecting the many marine food web. إيه دي اسمها؟ برافو، أنا سامع حد بيقول الاسم الصحيح،
over fishing. Number three, they are consumers that exist at the top of food chain. مين اللي موجود في أعلى ال food chain؟ Top predator. Complete بيقول أول واحدة throwing plastic jar bag and waste materials into river cause water A بيسبب إن الوتر يحصل له إيه؟ يحصل له pollution. Number two, if producers اللي هم البلانت increases زادوا in an ecosystem the number of primary consumer will A. لو عندي نباتات كتير البرايمري كونسيومر عددهم ايه اللي هيحصل له؟ اكيد هيزيد. ليه؟ هياكلوا كويس، هيبقى عندهم اكل كتير، يحصل له increases. طب يلا number three, the human activity that doesn't pollute هي مش بتلوث الووتر but ولكن بتعمل حاجة تانية decrease the number of marine organism بتقلل عدد marine organism. أكيد إن أنا أصطاد صيد زيادة اللي هي اسمها إيه؟ over fishing. برافو عليكو، الصيد الجائر أو الصيد الزيادة over fishing. number four, heavy rain cause الهيفي رين او المطر الزياده هتسبب ايه؟ هتسبب دامج، هتسبب فلودز. يعني ايه فلودز؟ فيضان. which destroy desert ecosystem. number five, the consumers that exist at the top of any food chain are called بيسمى top predator. number six, give reason when the number of one species of consumer in an ecosystem increase. لو عندي عدد الفصائل الكونسيومر بيزيد they will die هم هيموتوا. تاني الفريزون when the number لما عدد السبيسيز مثلا زي عندي الرابت الأرانب لو الأرانب النمبر بتاعها increase they will die هم هيموتوا. ليه هم هيموتوا؟ لو انا عندي الفورست دي وعندي 10 رابت هيتغذوا عليها feed on all ده كويس ولا لما يكون عندي 100 رابت هيتغذوا عليها؟ لا يا مس، انه يكونوا 10 احسن. ليه؟ الاكل هيتوزع عليهم كويس وهيقدروا ياكلوا ويعيشوا. اما لو 100 لا ده كل واحد هياخد فتفوته فكده هم هيحصل لهم ايه؟ افكت. يبقى هنقول له ايه؟ because they will not find enough food they will not find enough food اكل يكفيهم كلهم. number two, death of algae موت الالجي اللي موجوده في البحر may lead to يؤدي إلى moving sharks away to another places. الشارك هتسيب المكان وتروح مكان تاني. ليه؟ ولو إن الشارك مش بتاكل الألجي صحيح بس هي بتتغذى على living organism اللي بتاكل الألجي أكيد because shark feed on different fish that depend on algae. بالظبط كده because shark feed on بتتغذى على the different fish that feed on algae اللي كانت بتتغذى على مين؟ الأرض. what happen if ماذا يحدث لو throwing a big amount of plastic jar bag and waste material in water الوتر هيحصل له ايه؟ pollution. The water will pollute هيتلوث. The marine أو the living marine will die. Number two, a small lake لو أنا عندي بحيرة صغيرة is exposed to اتعرضت ل extreme hot climate لبخار مية مش بخار مية قصدي سوري لدرجة حرارة شديدة for several months لشهور عديدة عندها حرارة فوقيها
الليك دي الووتر اللي جواها ايه؟ decreases الووتر وال decreases هيقل. نمبر 3 the number of secondary consumer in an ecosystem decrease. لو secondary consumer مين اللي هيزيد؟ البرايمري. يبقى the number of primary will increase. ليه؟ محلاقينش حد ياكلهم. Number 8 study the following food chain in an ecosystem then complete the table. عند grass rabbit fox. طب تعالوا بنا نكمل، بس افتكروا ان الجراس ده كان producer، الرابت كان primary consumer، والfox كان secondary consumer. The number of rabbit increase. عدد الرابت زاد، عدد الرابت زاد. The amount of نقط decrease. مين اللي هياكل الرابت ده؟ الرابت ده هياكل ايه؟ جراس. طب الرابت زاد، يبقى الجراس هيحصل له ايه؟ هيحصل له increase decreases. يبقى مين اللي هيقل؟ يقل الجراس. ليه؟ عندي ارانب كتير. ويب the number of نقط increases. طب في ارانب كتير، مين هياكلها؟ الفوكس. يبقى الفوكس هيكتر increases. number 2 the amount of grass. هنا تعال نشوف the number of rabbit. عدد الرابت increase، عدد الرابت زاد برضو. the amount of grass ايه اللي هيحصل لها؟ اكيد هتقل decreases. ليه؟ الارانب زادت. the number of fox هيحصل لها ايه؟ برضو increases، الارانب زادت. number 3 all نقط disappear. تعالوا ناخد هنا هي اللي هتحلنا دي. all foxes are move away. كل الفوكس بعدت بعيد to another ecosystem to search for food. ليه؟ لما مين هيختفي؟ اكيد الرابت. اول ما الرابت هيختفي كل الفوكسز هتبعد بعيد، هتدور على مكان تاني. The ecosystem of this food chain is affected by several drought conditions. All nuts die because there is no water to make their own food. من أصلا اللي بيعمل own food الجراس. Number 9 what is happening on land affects what is happening in the marine environment according to the previous fact. Study the following. أنا عندي algae بتعمل الأون فود بتاعها، بيتغذى عليها feed on coral، feed on butterfly، وأخيرا الهوك اللي يعتبر top predator. The living organism that can make photosynthesis process هي مين؟ أكيد الالجي. Number 2 energy can flow from marine environment to land when the hook eats. لما الهوك هياكل مين؟ البترفلاي. الطاقة أو الإنرجي هتتنقل من البترفلاي فيش للهوك. Number 3 if many sharks are present in this ecosystem. لو عندي شارك كتير موجودة في الإيكوسيستم ده. While moved to another ecosystem to search for food. مين اللي هيروح يبحث عن طعام آخر في المكان ده؟ أكيد حد هينافس الشارك. طب مين اللي بينافس الشارك؟ الهوك. ليه الهوك؟ لأن الهوك بياكل البتر فلاي فيش. لما البتر فلاي فيش دي بتطلع تنط فوق البحر وترجع تاني، هي بتنط فوق البحر وترجع تاني، الهوك هياكلها. طب مين ياكل البتر فلاي؟ الشارك. طب ما دام موجود عندها في البحر هي مش هتطلع تنط اصلا، والهوك مش هيقدر يصطادها. يبقى اكيد ميني شارك ار بريزنت ان ذيس ايكوسيستم. يبقى الهوك هيدور على مكان تاني، موف تو انذر ايكوسيستم. وبكده جونيور 5 نكون خلصنا ليسون 1 وكمان حلينا الاسئله بتاعتنا. استنوني ان شاء الله في فيديو جديد لماده الساينس، هناخد مع بعضنا لسنتو. اسيبكم في رعايه الله وفضله، دمتم دايما متفوقين.